بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 63 بعد 200. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. أما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره كافر واسترقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة. فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبي، فهذا هو العذاب الذي لا يداني فيه. وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه معلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في حين. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله. فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها. فإذا ذاق طعم الإخلاص قوي في قلبه فقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المطلوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب
أكبر من دفع المكروه، فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لما يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه. فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدين، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام محبته لله. فإن محبة محبوب المحبوب
من تمام محبة المحبوب، فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر عما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله حتى يأتي الله بأمره، فتوعد من كانت هذه الأشياء وأحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.